ونحييكم من جديد. طالبان تواصل خرق التعهدات رغم الوعود. الحركة تجبر المذيعات على الظهور بالنقاب. فلماذا تخرق طالبان تعهداتها بشأن النساء وتزعم غير ذلك؟ لماذا تريد طالبان إزاحة المرأة من الحياة الاجتماعية والسياسية كما يقول مراقبون؟ قيود مضاعفة على الأفغانيات، مكرهات ومجبرات، وطالبان غير عابئة بالانتقادات اللاذعة ضد قراراتها. نتابع. سحر أكبري إحدى المذيعات في قناة محلية في كابول، كغيرها من المذيعات تم إجبارها على تغطية وجهها باستخدام النقاب خلال البرامج التلفزيونية من طرف طالبان التي لم تدع مجالا للنقاش أو المعارضة. لسحر وزميلاتها يشكل ارتداء النقاب أثناء البرامج التلفزيونية عائقا يجعل من الصعب عليها التحدث والعمل. استخدام النقاب أو لبس الحجاب أمور عادية، لكن طالبان أجبرت المذيعات على استخدامه. أعتقد أن هذه الأمور ليست من أولويات الشعب الأفغاني، ولا ينبغي أن تكون لها أولوية، بل الأولوية يجب أن تكون لإنعاش الاقتصاد المحطم في البلاد. على الرغم من أن هذا المرسوم الجديد أثار حفيظة المذيعين والمذيعات على السواء كما واجه انتقادات لاذعة، فإن طالبان صارمة في تنفيذه، متوعدة بتعقب كل من يخالف قرارها. للإعلام رسالة عظيمة، فلو احتجبت المذيعة في التلفاز فإنها تقوم بأداء هذه الرسالة بشكل حسن للمشاهدين، كما تشجع أخوتنا وأمهاتنا اللواتي لا يراعين الحجاب الشرعي وتؤثر عليهن ليرتدين الحجاب الإسلامي. معظم المذيعات أذعن لفرمان طالبان الجديد، حتى المذيعات في قناة طلوع نيوز المشهورة بمعارضة طالبان لم يجدن بدا عن الالتزام، خوفا من عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لن يكون هذا الفرمان آخر التعليمات ولا أخيرا، فبحسب طالبان فإن البلاد قد تم تحريرها من الاحتلال الأجنبي لتطبق على جميع أراضيها الأحكام الشرعية. طبعا الشرعية تعني الصيغة الإسلامية التي تعرفها طالبان غير مكترثة بما يقال عنها أو عليها. عبد الناذر، العربية، كابول. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة عفاف السيد، الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أهلا بك. ومن كابول الدكتور فضل الله ممتاز، المحلل السياسي، أهلا بك. واسمحوا لي أن أبدأ من كابول معك دكتور فضل الله. في الواقع للبدء بآخر ضيوفنا كان حاضر معنا في مقابلة مع الزميلة الأستاذة منتهى الرمحي، وعند سؤالها له عن إعادة فرض غطاء للوجه بالنسبة للمذيعات، قال بأنه نحن لم نلزمهم بهذا اللباس وإنما ألزمناهم بماسك. ما الفرق؟ تقرؤون فرقا بين تغطية الوجه إن كانت بماسك أو إن كانت بقطعة قماش؟ تحية طيبة. وبعد في الحقيقة هناك كانت بعض التكهنات أن طالبان ليسوا طالبان عهدهم الأولى وطالبان القديم، هذا الذي كثير الناس كانوا يفكرون بذلك، ولكن أنا دائما كنت أؤكد على ذلك أنه لم يحدث أي تغيير في أيديولوجية الطالبان واعتقاداتهم وأهدافهم. طبعا هناك بعض التغيرات الظواهر التي حدثت الآن مثل التلفزيون وكذلك اتصالات مثل هذا، طبعا هذه ظواهر العصر ولا يمكن أن يغير الطالبان، ولكن الطالبان لم يتغير أبدا نهائيا. هناك أمر كثير من الناس لا يعرفونه تماما، ألا وهي أن طالبان لو يتنازلوا أن أهدافهم الذين هم اللي رفعوا أهدافهم أو رفعوا الشعارات التي رفعوها سابقا لمقاتليهم لأجل
قتال أو قالوا جهات في أفغانستان، ألا وهي تطبيق الشريعة الإسلامية. وبالتالي ولكن دكتور فضل الله اسمح لي قبل الذهاب إلى القاهرة، اسمح لي بخصوص هذه النقطة، لما تقول بأن طالبان لم تتغير، البعض لاحظ تغييرا على مستوى التصريحات العبارات. فيما قبل في التسعينات طالبان كانت أكثر حدة في تصريحاتها، اليوم وكأن هناك تغييرا في التصريحات لا في الأفعال، هل هي استراتيجية جديدة للحركة؟ بفعل أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا جدا، يعني كثير من المراقبين يقولون ذلك، أن سابقا طالبان ما كانوا يعرفون هناك يعني الكلمات الدبلوماسية وكجملات الدبلوماسية، الآن هم يتعاملون بألفاظ دبلوماسية طبعا بهذا الآن، هذا التغيير الذي بالفعل حصل. وفي نفس الوقت طالبان إن تنازلوا ما هم حق، رفعوا شعارات سابقا لأجل رفع المعنويات بالنسبة لمقاتليهم، بالتالي هناك يحدث بينهم اختلاف انشقاق داخل صفوفهم، لأن كثير منهم كانوا يريدون تطبيق الشريعة الذي هم يعتقدون بذلك، وبالتالي لو يتنازلوا للضغوط الدولية وكذلك الانتقادات التي من داخل أفغانستان، وبالتالي هناك يحصل انشقاق داخل صفوفهم، ولذلك هم لا يريدون ذلك. طيب سيد عفاف، ما رأيك فيما يطرحه ضيفي؟ ضيفي يقول بأنه طالبان هي طالبان، أفعال طالبان ستبقى دائما نفس الأفعال، الموقف تعاطيها مع المواضيع الاجتماعية، مع المرأة، مع العائلة، مع العمل، مع السياسة، تغيرت، تعلمت القليل من الدبلوماسية لا أكثر، فعلى الحقوقيين أن يدركوا ذلك. وكأنه المراقب اليوم أو الحقوق اليوم هو الذي أخطأ، هو الذي أعطى مجال وانتظر أن تتغير حركة، ولكن لم يقبل بفكرة أن هذه الحركة هي حركة لها أصول ولن تتغير مهما كان الزمن. ما رأيك؟ هو الحقيقة يعني معلش يعني أنا طبعا متفقة مع الأستاذ الضيف، وطالبان عمرها ما كانت هتتغير، يعني الاستراتيجيات بتاعتها زي ما هي، ولكن هي لغة الخطاب هي اللي اتغيرت عندها، يعني هم اتدربوا ازاي يقدروا يتملقوا العالم بخطاب حقوقي وخطاب منفتح، ولكن على الأرض احنا بنشوف اللي هو ما أسوأ حتى من التسعينات لما كانوا، لأن في وقت التسعينات لما كانت طالبان وكانت عنيفة حتى في تصريحاتها، كان مفهوم أن ده تطبيقه على الأرض زي التصريحات، إنما دلوقتي بقى فيه اختلاف، بقى فيه فجوة بين الكلام وبين تطبيق الكلام على الأرض. إحنا بنشوف تراجع كبير حتى عن قبل، حتى عن طالبان وقت التسعينات، في تراجع في الحريات أكتر، وخصوصا فيما يخص النساء، يعني محاولة إقصاء النساء عن المجال العام، محاولة إزاحتهم عن الحياة العامة بإصدار قرارات بتسربها طالبان شوية شوية بعد ما تعهدت من بداية التعليم والفصل بين الأول، بدأوا بالفصل بين الولاد والبنات، وبعدين قالوا لا التعليم كله خلوا البنات في البيت، وبعدين رجعوا بعد كده وفرضوا الحجاب وفرضوا النقاب على الستات، وبعد كده قالوا للستات يقعدوا في البيت. يعني فهنا إقصاء للستات عن المجال العام، بحيث أن نص المجتمع هو بره المنظومة، يعني طالبان عايزة بس يبقى المجتمع كله ذكوري، يبقى بيتحكم بشكل بعقلية ذكورية، والشكل كمان الشكل العام هو شكل ذكوري، لما الست تبقى لابسة الشادور وتبقى متغطية تماما، هو ده كمان إقصاء حتى لو هي في الشارع. يعني لو هي في الشارع هو غير أنه موضوع إقصاء. أستاذ عفاف، وسأعود لك بخصوص هذه النقطة، هو مخالف لتعهدات طالبان، يعني إن كانت صرحت بهذا منذ البداية كان مفهوم، ولكن دكتور فضل الله، طالبان هل غلطت العالم؟ هل غلطت مفاوضيها في الدوحة لما كانت هناك مفاوضات وتعهدت بإعطاء حقوق المرأة وباحترام الحريات والحقوق في الداخل الأفغاني؟ هناك إشكالية، أولا لما يقولون هناك تعهدات لطالبان، أين هي
ما هي تعهدات؟ وين هذه التعهدات؟ يقولون أن هناك ضمائم للاتفاقية التي تمت بين الأمريكان وبين طالبان، ولكن حتى الآن مش حتى الأمريكان دكتور فضل الله، مش حتى الأمريكان، حتى الأمم المتحدة، اسمح لي، كانت هناك تصريحات ملفتة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة اليوم تتحدث عن مخاوف، الأمم المتحدة اليوم تتحدث عن نقض للعهود وللوعود. حتى الذي هم يتحدثون ذلك، ولكن حقيقة هناك لا يرى أن هذه التعهدات نهائيا. هناك أمر آخر كذلك، هناك نفاق دولي بالفعل، هناك روسيا وكذلك كثير من الدول قالت بالنسبة لنا ليست مهم في أفغانستان قضية المرأة، حقوق المرأة أو الديمقراطية أو غير ذلك، إنما ما يهمنا نحن قضية الاستقرار وأمن في أفغانستان. يعني كل واحد تحاول أن تبحث عن مصالحها، ليس قضية في أفغانستان أن تكون هناك الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو حقوق المرأة مثل كذا. هذا كلام أحيانا هي كثير ما تكون هي الاستهلاك محلي، سواء كان في الدول الغربية أو دول شرقية، وبالتالي هم كل واحد يحاول. بعد قضية الأوكرانية، أوكرانيا هنا هذه أوكرانيا، هناك صارت إشكالية الآن، هناك تجاذبات بين الأمريكان وبين روسيا لأجل طالبان، حتى يعني كل واحد منهم يحاول أنه تقف طالبان بجانبهم، لأن أنتم تعرفون أن أفغانستان هي خط الفاصل بين الشرق والغرب، بين باكستان وبين الهند وبين روسيا وبين أمريكان مثل هذا. فبالتالي هناك الآن تجاذبات وهي تاريخ، حتى وهي تاريخ للوجود الأمريكي ومن قبله الاتحاد السوفيتي، فهي تاريخ كذلك، أرض كانت يعني لسنوات محط الأمريكان وكذلك الروس. ولكن سيد عفاف، ضيفي ينتقد ما أسماه بالنفاق الدولي، يقول بأن طالبان لا تتحمل مسؤولية ما اعتبرته الأمم المتحدة نقضا للعهود، وإنما نفاق المجتمع الدولي هو الذي أدى بهذه الصورة التي نتابعها في دقيقة لو سمحت. هو الحقيقة يعني تواطؤ المجتمع الدولي على نساء طالبان، مش كل على نساء أفغانستان، مش طالبان، بأن هم صدقوا طالبان. يعني إزاي يعني عقول أو استراتيجية مجموعة من الناس، هي استراتيجية عنيفة ضد الستات من البداية، إزاي نصدقها في النهاية إن هي هتدي حقوق أو هي هتعترف أساسا بحقوق؟ وكان لازم المجتمع الدولي ياخد باله من ده، وأكيد المجتمع الدولي كان أخد باله من ده، بس فكرة إيه خلوهم كده مع بعض وهم هيصطفوا. يعني اللي حاصل للنساء في أفغانستان الحقيقة ذنب المجتمع الدولي كله لما صدق، وذنب الدول المانحه اللي بتمنح طالبان مساعدات علشان تحسين الاوضاع. تحسين اوضاع مين؟ يعني طالبان لما بتبعد النساء عن المجتمع وبتحبسهم في البيوت، اوكي، هي ضد مين؟ هي ضد الرجالة على فكرة كمان. يعني هي تقدم الموضوع بطريقة أخرى، تقول بأنها يعني تنفيذ لمبادئ. على كل الموضوع يطول بخصوص الحديث، نتمنى أن نراك في نقاشات أخرى. أود شكرك جزيل الشكر، انتهى تماما توقيت البرنامج. عفاف السيد، الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، ومن كابول جزيل الشكر لحضرتك دكتور فضل الله ممتاز المحلل السياسي، شكرا لكما، السلام عليكم.